أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم، محمد سيف الريامي معاكم في سينمات روكسي بدبي. أقدم لكم قراءة سينمائية لفيلم جديد Pirates of Caribbean أو قراصنة الكاريبي. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where is your ship? Your crew? Your pants? Jack, move! I'm so sorry, were you still talking? طبعا هذه السلسلة معروفة من أيام 2003 و2004، هي أصلا مأخوذة من لعبة ديزني لاند، لعبة ديزني لاند المشهورة في القراصنة الكاريبي، واشتهرت كثير هذه اللعبة وعملوا عليها أجزاء كثيرة ويعني جابت أرباح كبيرة للسينما الأمريكية. طبعا الفيلم راح أتكلم عنه هو باريس كاريبي الجزء الأخير اللي نزل الحين قبل فترة في 2017، هو فيلم يتكلم عن انتقام سالزار لجاك سبارو، جاك سبارو اللي مثله طبعا جوني ديب المشهور الخمار والسكير هذا اللي هو القرصان المعروف الكوميديان. طبعا هو هذا الشخص سالزار هو شخص ميت ويحرر المجموع من الأشباح على أساس أن ينتقم من جاك سبارو، وطبعا تحدث هناك أحداث ومفارقات كثيرة في هذا الفيلم اللي هي كلها طلاسم وكلها حكايات سحرة وحكايات أيضا كوميدية في هذا الفيلم. فيلم فانتازي، فيلم كوميدي، فيلم يعني فيه شغلات حلوة في الجرافيكس ديزايننج، بيعجبون فيه أكثر شيء الأطفال طبعا، وراح يعجبون فيه أيضا الكبار. ليش؟ لأن فيه جوني ديب، جوني ديب معروف في الكوميديا في هذا الفيلم، اشتهر كثير في دوره في هذا الفيلم وصار له كاركتر معروف في السينما الأمريكية، الكل يحب يلبس لبس طبعا القرصان جاك سبارو. راح أتكلم بشكل فني عن الفيلم. الفيلم أولا فيه جرافيكس جميل، في لقطات حلوة لاختراعات شغلات جديدة، سواء كان إذا البحر انشقل قسمين أو كان الشغلات الثانية اللي هي شغلة الوجوه المخيفة، خاصة في شكل خافير اللي هو شكل الميت، شكله جدا رائع في هذا الفيلم، والجرافيكس اللعب فيه بشكل جدا متقن. أتكلم أيضا بناحية القصة أو الفكرة. الفكرة طبعا طبيعي أنه يكون فيلم اهتمام أكثر شيء في الفانتازيا، ولازم يكون في اهتمام للكوميديا. انا هني شويه نوعا ما زعلت، ما شفت الكوميديا المعهوده من جوني ديب في هذا الفيلم، نفس اللقطات اللي تعودنا عليه طبعا هو هذا الشغله في هذا الفيلم، لكن يا ريت لو كثفوا بمشاهد الكوميديا في هذا الفيلم، لو كثفوا مشاهد الكوميديا راح نشوف كوميديا جدا جميله في هذا الفيلم، راح تنسينا اشياء كثيره وتخلينا نندمج مع الفيلم اكثر واكثر، لكن اندماجنا هني اكثر شيء كان في شغلات الجرافيكس ديزايننج. أتكلم نوعا ما عن التمثيل في هذا الفيلم. أولا جوني ديب، جوني ديب مثل ما قلت لكم فنان كوميدي معروف، فنان تراجيدي معروف، فنان درامي معروف، أيضا هو له أفلام كثيرة في أفلام الرعب أو أفلام الخيالية. في هذا الفيلم نفس الدور جاك سبارو لعبه بشكل جيد، لكن مثل ما تكلمت وقلت أن الكوميديا قليلة، لو كانت كوميديا أكثر لجوني ديب في هذا الفيلم راح كنا يعني نندمج اكثر لهذا الفيلم وكنا نقول عليه دور جدا رائع. بالنسبه للفنان الاسباني خافير بارديم، خافير بارديم طبعا معروف، هذا فنان عنده كاريزما جميله في ادائه، في عيونه، في شكله، في اسلوب حركاته. تذكرون نو كانتري فور اولد مان اللي حاز على جائزه الاوسكار هذا الفيلم، وهو ايضا يعني النقاد كلهم اثنوا عليه. ايضا في فيلم من افلام جيمس بوند سكاي فول مثل دور جدا رائع في هذا الفيلم، جيد، عجبني صراحة، وعجبني أنه هو يكون دور الشرير أو دور سالزار الميت، جابه بشكل حلو ويتكلم بعض الأحيان بكم كلمة إسبانية يطلعها في الفيلم، تنعجب في هاللقطات. بالنسبة للشايب جيفري راش، جيفري راش أنا هذا الفنان يعجبني وايد، سواء بالكوميديا أو التراجيديا، بس هو في الكوميديا ما شاء الله عليه، ريال يعني عنده أسلوب، عنده شكل حلو في أدائه، أسلوبه جدا رائع، أسلوبه جدا متقن، وأسلوبه يعني يعطيك حيوية أكثر في هذا الفيلم، جدا رائع كان صراحة، وهو كان يمكن أفضل واحد بالنسبة لي في هذا الفيلم كدور. مخرج الفيلم واكيم رونينج، هذا فيلمه طبعا، هذا فيلمه لازم يهتم فيه ويعتني اكثر، لان هذه الافلام هي يعني عايشه يعني مثل ما تقولون للمستقبل القادم والمخلد هذا الفيلم، فاتمنى يعني امنيه انه يكون خلاص يوقف.
يوقف باريس كاريبين من بعد هذا وخلاص يعني اكتفينا وشبعنا وخذينا وايد جرعة من هذا الفيلم. وجاك سبارو الشخصية خلاص يعني الحين لازم شخصيات أخرى جديدة لجاني ذب فيعني خلاص يوقف. نعم هو اشتغل في هذا الفيلم طلع كل اللي عنده لكن للأسف لأن إحنا تعودنا على هذا الفيلم ما شفنا شيء جديد فجدية كانت بس نوعا ما في الجرافيكس جيدة جدا. لذا هذا الفيلم هو في التقييمي الشخصي 3/5. في نهاية الأمر أتمنى أنكم تعطوني أفضل جزء لهذه السلسلة اللي هي باريس في الكاريبيان. شو كان أفضل جزء لكم أنتم؟ تقولوا ليها في الكومنت. وأتمنى منكم إن شاء الله يوم سعيد وكل عام وأنتم بخير. حمد سيف الرياضي.